قبل ما ابدا الحقيقه بقى يعني الاخبار، انا عايز اتكلم بكل ادب ورقه المهندس شريف اسماعيل رئيس وزراء مصر. سياده دوله الرئيس، سيادتك خلال الايام هتروح تقول بيان الحكومه في المجلس، وسيادتك كان في كلام انه هتحصل تغييرات داخل الحكومة، اتنفت مرات وبعدين رجعت اتأكدت وبعدين رجعت اتنفت. فانت رايح مش بالبيان بس، انت رايح بالبيان وبالوزراء. هل سؤال فعلا من القلب، هل نحن في مرحلة عناد اخرى انه اول ما الناس تقول انه في وزراء مش ماشيين كويس فالحكومة تعند، او رئيس الوزراء لا قدر الله يعند ويصمم على بقاء هؤلاء الوزراء؟ يعني هل انت عندك سياده الرئيس، دوله الرئيس، سيرفي كده، دراسه استطلاعيه تقدر تقول لي فيها بالظبط مين الوزراء اللي قدوا كويس ولازم يقعدوا، ومين الوزراء اللي ما قدوش اساسا، او مين الوزراء اللي نص ونص، او مين الوزراء لسه مرتعشين لحد دلوقتي؟ هل في دراسه عندك ولا لا يا جماعه مش عايزين بقى نشتت الدنيا وبتاع ولسه هندور على وزراء تانيين، ده كفايه ده احنا لسه مشكلين الحكومه، احنا لا خلينا كده احسن ومستورين ونروح للبرلمان، والبرلمان نوايا طيبه دلوقتي لسه ما ابتداش بقى الرقابه والتشريع لما نعدي المساله الدستوريه ونعدي الحكومه دي وربنا يحلها بعدين. هل ده المنطق ولا فعلا انت عايز تبص على انجاز حقيقي؟ لا استطيع من موقعي هذا أن أملي على دولة رئيس وزراء شريف إسماعيل حاجة، لكن أنا أستطيع من موقعي هذا أن أنا أقول لدولة رئيس الوزراء أنه يا فندم لأ، إحنا تقديرنا ومراقبتنا لكل ما يجري في مصر الآن بتقول أنه في مجموعة كبيرة من وزراء المجموعة الاقتصادية بالتحديد شغلهم مش ولا بد. لا نشكك في نواياهم، ولكننا نشكك فيما حققوه فعلا على الأرض من إنجاز. ليه؟ هتقول لي دليلك. ما هو انا مش عايز، ما احنا بنتكلمش مش ميكروفونات في الهوا، مش جلسه خطابه ولا وعظ، لكن انا بقول لك تعالى لو سمحت اطلع لي النهارده يا باشمهندس شريف اسماعيل دوله رئيس الوزراء الموقر، اطلع لي النهارده قول لي احنا من شرم الشيخ يا شعب مصر والمشروعات اللي اتفقنا عليها في شرم الشيخ كلها ايه اتحقق منها لحد دلوقتي غير اللي مضاه رئيس الجمهوريه بنفسه مع شركه سيمنز؟ يا حضرتك تطلع تقول لي لا انت ازاي بتقول وزراء المجموعه الاقتصاديه مش شغالين؟ يا عم ده كلام باطل. انت احنا شغالين وزي الفل، تعالى اوريك احنا شغالين، شوف احنا شرم الشيخ كانت امتى، تعالى شوف احنا عملنا 1 2 3 4 5 من مارس اللي فات لحد دلوقتي. انا بقول لك، بقول لسيادتك كمواطن لا احنا من شرم الشيخ لحد دلوقتي الانجاز بعافيه. انا بقول لك لا احنا من شرم الشيخ لحد دلوقتي مش بس الانجاز بعافيه، ده الانجاز بعافيه لاسباب تافهه. لا الانجاز بعافيه لاسباب تافهه واللي موقفها لازم يتحاسب. شوف بقى كل الحاجات دي، فما تقوليش اصل دول بقى كانوا معانا من الاول وعارفين الملفات وكده ومش عايزين بقى نتلخبط تاني. ما هو ما خلصلكش الملفات، وهو في ملفات مش خلصانه في قطاعات متعدده، بقطاعات متعدده. انت النهارده وزراء المجموعه الاقتصاديه، لا فعلا تيجي تتامل كده هو ايه اللي بيحصل. انت النهارده عندك مفاجاه، يعني حاجه مذهله. اسال اي خبير في البورصه، اسال اي متعامل، اسال رئيس البورصه لو رضي يتكلم علني، يعني مش عايز احطه في حرج، هيقول لك انه تصريحات بعض وزراء الحكومه منهم وزير الاستثمار كان ليها تأثير سلبي على الانهيارات اللي حصلت في البورصة كام يوم اللي فاتوا. مع كل التقدير وأشرف سلمان بعتبره صديق، لكن أنا بقول الحقيقة. هو بيقول لك إنه وزير الاستثمار وبعض ده الخبراء اللي بيقولوا. طب يا جماعة أنتوا ماشيين فين؟ طب ما يعني هل في ممكن تصريح يهد الدنيا وتصريح يقوم الدنيا؟ إحنا مشينا بالتصريحات. طيب أنجزت إيه من أول المؤتمر الاقتصادي في مشروعات المؤتمر الاقتصادي؟ أدي واحد. اتنين، انجزت ايه حتى الان في كل المشروعات ورجال الاعمال اللي تحمسوا بعد المؤتمر الاقتصادي، وخاصه رجال الاعمال العرب
بتكلم سعوديين بالذات، سعوديين وكويتيين، تعال او دول حبايبنا واخواتنا. طيب الامارات قول في لجنه تنسيقيه كبيره وسلطان الجابر جامد جدا وبيخلصوا حاجات. طيب السعوديين والكويتيين في بعض الناس بتيجي هنا بتتبهدل بتتبهدل. انا سامع، انا ملتقي بعدد من رجال الاعمال السعوديين شخصيا بيقولوا لي مش جايين. ليه يا عم؟ مفيش حاجه بتمشي. طب قانون الاستثمار الواحد ولا حاجه بتمشي. طب الشباك الواحد، طب الشاي، طب ال 99 قرش، مفيش الكلام ده خالص، مفيش حاجه بتمشي. طيب ايه دليل رجال الاعمال السعوديين وايه دليل خالد صلاح ان مفيش حاجه بتمشي؟ اقول لك الدليل الجامع المانع الدامغ اللي ما لا ياتيه اي بطلان لله المثل الاعلى، انه رئيس الجمهوريه نفسه طلب من هيئه الرقابه الاداريه المحترمه، لانه هو عارف ووافق عداله هؤلاء الناس وضمائرها، طلب منهم يتدخلوا يحلوا مشاكل ايه؟ المستثمرين. يعني اذا انا هنا هيئه الرقابه الاداريه التي من المفترض ان تراقب اداء الحكومه وتراقب اداء الموظف العام درءا للفساد، هي بنفسها بناء على تكليف من الرئيس بتتدخل لحل مشاكل المستثمرين. طب ايه اللي موقفها؟ وزراء المجموعه الاقتصاديه. البنيان اللي حاصل موقف الاستثمار، معطله. في مشكله حقيقيه، في مشكله حقيقيه في وزراء المجموعه الاقتصاديه. واتمنى واتطلع واصلي الى الله انه رئيس الوزراء يجي يقول لي لا، انا متاكد ان لا، وهو دي الدليل، احنا عاملين كذا مشروع، احنا مشينا كذا حاجه. فين رجال الاعمال السعوديين اللي بتقول عليهم دول لا ده مشكلتهم 1 2 3؟ فين رجال الاعمال الكويتيين اللي بتقول عليهم لا مشكلتهم 1 2 3؟ اقسم بالله لو فتحت دلوقتي التليفونات وطلبنا 10 رجال اعمال، 9 منهم على الاقل عشوائي هيطالبوا برحيل وزراء المجموعه الاقتصاديه. انا بقول الكلام ده ليه؟ مش عايزين كلفته. ما تكلفتش، الدستور خلانا نكلفت كل القوانين عماله موافقه غصب عنهم، مش بتريق عليهم، غصب عنهم. لكن كمان مش عايزين نكلفه الحكومه. انت دلوقتي بتقول ان الاقتصاد هو الموضوع، طب انت الاقتصاد هو الموضوع، تعالى يا عم ادي كده مشروع لوزراء المجموعة الاقتصادية، وادي نفس المشروع للجيش، ادي حاجة تتحل هنا وحاجة تتحل في حتة تانية. لا، ما هتلاقي في بيات شتوي، في ناس بتخاف لحد دلوقتي والله العظيم. الرئيس السيسي يقول لها ما تخافوش يخافوا، قوانين تتعدل يخافوا، مشاكل تتحل يخافوا، الرقابة الإدارية تخش تحل معاهم يعطلوا. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ أنا يعني هل في خوف للدرجة؟ إيه الخوف ده؟ سببه إيه؟ سببه خايف من السجن برضه؟ خايف من ما تضبط قانونًا. يعني اضبطها ما فيهاش حاجة، يعني في حاجات مليون ألف حل يتحل. فأنا بقول للمهندس شريف إسماعيل لو سمحت، وزراء المجموعة الاقتصادية محتاجين مراجعة. يعني حضرتك لما لو دخلت الحكومة الجديدة معاك نفس المجموعة في المجموعة الاقتصادية، هم لازم تفسر ليه خليتهم هم، او الصحافه بقى والاعلام والبرلمان هيبتدوا يطالبوك يقول لك لو سمحت قول لنا طب عمل ايه علشان ده يحصل، عشان تخليه. استثني من ذلك الحقيقه، يعني شهاده لله، طارق قابيل وزير الصناعه. يعني بستثني طارق قابيل وزير الصناعه، الراجل لا في فتره قليله جدا انا شايف لا حركه كتير جدا، وفي معنويات، عارف يعني، في لا الدنيا شغاله، حاسس بزقه. لكن فيما عدا ذلك لا طبعا، عندنا مشاكل في الاستثمار، عندنا مشاكل في حاجات كتير، عندنا مشاكل في الماليه، عندنا مشاكل في حاجات كتير. فاحنا لو ما حطيناش ده، لو هو جه رئيس الوزراء ما قالش انا كشف حساب المجموعه الاقتصاديه الفتره اللي فاتت ايه، من ايام محلب، مش من ايامه هو بس، لحد دلوقتي، ودخل بيهم مره تانية البرلمان، حتى لو هذا البرلمان قرر ان هو يمنحهم الثقه باعتبار ان يعني عايزين البلد تعدي ونحافظ على المواد الحاجات الدستوريه وكل اللي احنا بنقوله ده، انت هتواجه مشكله يا باشمهندس انك مش هتعتمد على الطرف الصح. ايه يا فندم؟ مين يا فندم معانا؟ هو اللي اتكلم؟ طب انا هو ناس اتكلمت اهي. ده مين؟ معلش قول تاني الاسم. لواء عصام حسين، مدير معاه احد الشركات الليبيه. اهلا وسهلا يا سياده اللواء. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. احنا
احنا مجموعه برقه للاستثمار حوالي 22 شركه منتشره على مسطح الدول في مصر. قولي لو عندك مشكله او تعليقك على اللي انا بقوله. المشكله يا فندم انا علشان اعمل زياده راس مال احدى الشركات بقالي 13 شهر وما خدتش الموافقه حتى اللحظه. 13 شهر؟ 13 شهر. راس مال بقيمه قد ايه؟ راس مال 25 مليون جنيه، ونظير ان احنا هندفع استثمارات حوالي 250 مليون جنيه. يعني انت بتؤيد انه في تعطيل فعلا في الاستثمار؟ ايوه. انا بشكرك، يعني انا مش يعني مش ب مش ب مش باثر عليك، يعني ممكن اتواصل معاك بعد كده، بس يعني هو مش موضوعي كله النهارده، لكن انا دي مكملين فيها. يعني هو شوف، لو احنا فتحنا الهواء لناس عندها شكاوى في الاستثمار، على فكره مش بس رجال اعمال كبار، انا بكلمك حتى على مشروعات صغيره ومتوسطه، لا في مشاكل وفي تعقيدات وفي لسه، والا ما كانش الرئيس قال للرقابه الاداريه اتدخلت. طب انا فاهمها ازاي؟ بقول لهيئه الرقابه الاداريه اتدخلوا انتوا حلوا مشاكل الاستثمار، يعني معناها في قد ايه مشاكل؟ قد ايه المشاكل؟ طيب شريف اسماعيل سيادتك يا فندم هتخش بنفس الوزاره بنفس المجموعه الاقتصاديه؟ لا، لازم تقول لنا، وتقول لنا ليه؟ حط في عينينا حصوه ملح ويقول لنا لا انتوا مش فاهمين حاجه، دول عاملين انجازات 1 2 3، والله لو امنا بيها هنرفع لك القبعه يا سيدي، لكن انا بقول لحضرتك مش هتقدر، مش هتقدر للاسف الشديد.